نقدم لكم وصفة الملاوي بالخليع والفلفلة وجبنات البلوك. طريقة سهلة. باش تحضروا العجينة ديال الملاوي، خلطوا 400 غرام ديال الطحين و100 غرام ديال السميدة مع شوية الملحة ومعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز والماء. دلكوا كل شيء مزيان حتى تولي عندكم عجينة رطبة. قطعوا العجينة دواور صغار، دهنوهم بالزيت وخليهم يرتاحوا لمدة 15 دقيقة. من بعد فوق صينية مدهونة بالزيت، سرحوا العجينة مزيان ودهنوها بالزبدة والزيت. باش توجدوا الحشوة، شحروا البصلة محكوكة في 3 المعالق كبار ديال الزيت، زيدوا عليها 2 مطيشات مقطعين طرف صغار، فلفلة حمراء وفلفلة خضراء مقطعين، الملحة والبزار. خليوا كل شيء طيب مدة 5 دقائق فوق عافية مهيلة. من بعد زيدوا 150 غرام ديال الخليع، حامضة مصيرة مقطعة، 2 معالق ديال القزبر ومعدنوس و45 غرام من جبنة البلوك مقطعة قطع صغار. ملي تساليو عمروا الملاوي بالحشوة ودخلوهم الفران مسخنينو على درجة الحرارة 180 لمدة 20 دقيقة. وبالصحة والراحة.